اقدر اتكلم في السنين، مش ساعة ولا ربع ولا، بس اهدى عشان انا في انا عايزه اعرف انت هنا ليه، بقالي اسبوعين. انا عايزه اعرف انت هنا ليه. انا اقول لك، انا ميدان التحرير وعلى اللي حصل وعلى اللي عمل، بس اهدى بس. لا انا مش عايزك تقولي على ميدان التحرير، انا عايزه اعرف انت هنا ليه. انا يعني هنا ليه؟ مخطوف. مخطوف، اسمع بس، ده انا اقول كلام بس اللي يفهم. صلى على النبي. البتاعة دي هاتك زنا كده. الأول أحب أصبع على الجزيرة وأقول كل سنة. احنا هنهزر ولا ايه؟ هنهزر؟ ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتفضل طول عمرها مصر زي ما هي. انا عايز اعرف، انا عايز اعرف.